النهاردة أبل أعلنت عن جيل جديد من الآيباد واللي هو الآيباد برو 2020، ونصيحة مني ليك كمراجع تقني، اوعى اوعى للمرة التالتة اوعى تشتري الآيباد دوت، لأن هو فعلا كان انتظار على الفاضي وملهوش أي لازمة. خلينا أتكلم معاك على مواصفات الآيباد برو جديد وأقول لك ليه أنا شايف إن هو قرار سيء جدا إنك تشتريه. أول حاجة وأهم حاجة فيها فرق عن 2018 هو الكاميرات الجديدة. استعملوا نفس الكاميرات الخلفية اللي موجودة في الآيفون 11 العادي، فبقى عندك الكاميرا الأساسية القوية بتاعته جدا، وهي الحقيقة فعلا واحدة من أحسن الكاميرات، والكاميرا التانية واللي هي الكاميرا الألترا وايد اللي موجودة في الآيفون 11 وال11 برو، لكن مفهوش الكاميرا التليفوتو اللي موجودة في البرو والبرو ماكس. فهنا عندك حصل تطور في الكاميرات بتاعت الآيباد، لأن آخر سنتين عموما بقينا نشوف كاميرات أحسن كتير من قبل كده. ده تطور لطيف وظريف وانا بصراحة اتبسطت بيه، ولكن خلينا صراحين، مين هنا بيستعمل الكاميرا بتاعت الايباد او التابلت بتاعه؟ معظمنا بيصور بموبايل ويقوم ناقل الصورة على الايباد، صعب ان انا ابقى ماسك الايباد كده في ايديا واقعد اصور بيه. اي نعم الشاشة الكبيرة بتاعته مغرية جدا انك تعمل كده، والكاميرات تعتبر اضافة كويسة للجهاز، ولكنها مش سبب كافي انك تشتريه. الميزة التانية هما انهم ضافوا مع الكاميرتين دول اللايدار سنسور. دوت نوع من انواع السنسورات التي او اف التايم اوف فلايت، واللي هي بتعرف ايه الحاجات القريبه وايه الحاجات البعيده. ممكن بعض الموبايلات بتستعملها في البورتريه علشان تعمل لك عزله احسن، ولكن انا شايف ان دوت مش استعمالها اللي مقصود بيه في الايباد. هي موجوده في الايباد علشان يطوروا تكنولوجيا الاي ار او الواقع الافتراضي. والاي ار ميزه انا شايف ان احنا عموما في مصر وفي الوطن العربي عموما محدش فينا بيستعملها تماما، وحتى عالميا استعمالاتها قليله جدا في بعض الالعاب بتدعمها علشان تدي لك اكسبيرينس احلى في اللعبه. ممكن مثلا لو انت بتشتري منتج من ايكيا تحب تشوف الكرسي دوت عندك في الاوضه هيكون شكله عامل ازاي، حابب تشوف حجمه هيكون عامل ازاي. تكنولوجيا لطيفه جدا وتكنولوجيا ليها استعمالات كتيره في المستقبل، بس في العموم انت مش هتلاقي نفسك بتستعملها كتير قوي، خصوصا لو انت مش ديفلوبر او مش بتعمل ابلكيشن تغل التكنولوجيا ديت. ثالثا البروسيسور، هما دلوقتي استعملوا بروسيسور جديد اسمه A12V بدل A12X اللي موجود في الايباد برو 2018. خلينا نقعد مع بعض كده ونفكر ايه اللعبه اللي انت ممكن تحملها مثلا من الاب ستور، او ايه البرنامج اللي انت ممكن تحمله وتيجي تشغله على 2018 تلاقيه بطيء. مستحيل تلاقي ابلكيشن تيجي تشغله على الايباد برو وتحس ان هو بطيء معاك او مش شغال حلو، لان هو اسرع حتى من الايفون 11 برو ماكس اللي هو اقوى موبايل عندهم. فايوه الايباد برو 2020 جايب ببروسيسور احسن مفروض، بس واضح كده ان مفيش تطور كبير قوي في البروسيسور، والا كانوا سموه الابل A13X. دوت اصلا الاسم اللي احنا كنا متوقعينه في الاول وما شفناهوش علشان ما حصلش تطوير كتير في الاداء. فعموما اطلاق الايباد برو 2020 بالنسبه لي كان محبط، لان انا ما شفتش بيقدم حاجه جديده مهمه، وعلشان كده ابل ما عملتش مؤتمر ليه، مش علشان الكورونا ومش علشان حاجه من الحاجات ديت، ولكن علشان ما فيش اصلا حاجه تستاهل مؤتمر، كلها تعديلات صغيره جدا على الايباد برو 2018 فنزلت على الموقع وبس على كده. لكن في حاجتين مهمين جدا نزلوا جداد مع الايباد برو جديد، شايف ان هم مهمين ومفيدين بالنسبة لي. اول حاجة التحديث الجديد للايباد او اس بقى يدعم الكورسر او الماوس بشكل محترم شوية. ديت حاجة هتوصل في التحديث الجديد للايباد اصلا، فانت مش محتاج تشتري الايباد برو 2020 مخصوص عشانها. الحاجة التانية اللي اعلنوا عنها واللي عجباني جدا بالمناسبة هو الماجيك كيبورد الجديدة المخصصة للايباد برو. الكيبورد اللي بيجي بتاع الايباد دلوقتي شايفه مش عملي قوي في رأيي. اولا عندك وضعين بس تقدر تحط فيهم الشاشه بتاعه الايباد. دلوقتي الكيبورد الجديده ديت تقدر ترفع الشاشه بتاعه الايباد وبتميلها باي زاويه انت عايزها من 0 لحد 130 درجه، وبقى في عندك تاتش باد موجود في الكفر نفسه، فتقدر تتعامل مع الايباد ده وكانه لابتوب بالظبط. غير كده كمان اللي عجبني جدا ان هم ضايفين لك ميزه انك توصل يو اس بي تايب سي بيها، فكده بقى عندك مدخلين تايب سي، واحد في الكيبورد وواحد في الايباد نفسه، بالتالي تقدر تشحنه وتوصل عليه اي حاجه ثانيه. ميزه في رايي مهمه جدا، ومبسوط قوي ان هو بيدعم الايباد برو 2018 علشان الناس اكتر تقدر تشتريه. لكن للاسف هو سعره غالي حبتين ومبالغ فيه شويه، ودوت اللي احنا متعودين عليه من ابل. لو انت معاك الايباد برو ال 12.9 انش هتحتاج تدفع $350 علشان تقدر تشتري الكفر دوت. بتتكلم في حوالي 5500 جنيه مصري، مبلغ يعتبر كبير جدا على انك تشتري بيه كيبورد في الاخر. ايوه كفر وبيحمل ايباد وبيضيف لك شويه مميزات زياده، ولكن غالي بصراحه. الايفون 9 اللي احنا مستنيينه المفروض ان هو هينزل ب $400، فتخيل فرق $50 بس ما بين كيبورد الابل وما بين موبايل برضه محترم جدا لابل. والمشكله ان دوت كمان سعره في يو اس اي، مع بال ما ينزل الامارات ومع بال ما ينزل مصر هيوصل لاسعار اغلى من كده بكتير.
انا متوقع ان هو يتباع في مصر بسعر 7000 و8000 جنيه، وكده هيكون اغلى من الايباد الجيل السابع اللي نزل السنه اللي فاتت. فانت هتشتري كيبورد للايباد برو اغلى من الايباد العادي اصلا، حاجه في منتهى الكوميديا بالنسبه لي، ولكن هو بصراحه عاجبني قوي، فانا لسه بفكر في موضوع هشتريه ولا لا. بالنسبه لاسعار الايباد الجديد، فاولا هم شالوا النسخه ال 64 جيجا بايت وبقى يبتدي من 128 جيجا بايت على طول. دي حاجه بالنسبه لي ممتازه جدا، وبتاكد اكتر ان الايفون 12 السنه ديت هيحصل معاه نفس الموضوع، وحاجه ابل اتاخرت قوي علشان تعملها. بس عموما بالنسبه للسعر، فالايباد برو 11 انش بيبتدي من $800 للنسخه ال 128 جيجا بايت، وال 12.9 انش بيبتدي من $1000. النسخ ديت هي النسخ اللي بتيجي بواي فاي بس، ما بتدعمش الشبكه او ما تقدرش تعمل منها مكالمات، ما فيهاش 4G ولا 3G ولا اي حاجه من الحاجات ديت. لو حبيت تضيف الحته ديت ليه هتحتاج تدفع $150 زياده. وعلشان كده انا شايف ان انت مفروض تعمل زيي وتجيب الايباد برو 2018، هو دلوقتي مماثل جدا وقريب جدا من 2020، مفيش اختلافات كبيره ما بينهم، نفس التصميم ونفس كل حاجه، ومن ناحية العملية مفيش فرق ملحوظ ما بين الاتنين، علشان كده انا شايف ان هو يعتبر دلوقتي الخيار الامثل. بمجرد ما انا حملت الوول بيبر اصلا بتاعت الايباد برو الجديد، فانا حاسس ان انا خلاص اشتريت كده جديد، مش حاسس باي حاجة ناقصاني بصراحة. هحاول انزل لكم ريفيو كامل عنه، ولكن الخلاصة انا شايف ان هو فعلا الخيار الاحسن، ودوت ممكن افضل منتج تشتريه من ابل دلوقتي، حاجة بتساعد قوي على انك تعلي البرودكتيفيتي بتاعتك، تكتب نوتس عليه، تذاكر عليه، انا شايفه ممتاز جدا بالنسبه لي في الحته ديت. ما تنساش تشاركني انت برايك في الكومنتات، وتقول لي هل انت شايف الايباد برو 2020 جهاز كويس ولا شايفه محبط زي ديت مقصود بيها شايف ان هو محبط، مش انا اللي محبط شخصيا يعني. خلال اليومين اللي جايين دول هعمل لكم فيديو عن الايفون 9 بلس، اتكلم فيه على مميزاته وايه الحاجات اللي احنا مستنيينها منه، لسه ما تمش الاعلان عنه عالميا، ولا هو ولا الايفون 9 العادي، فهكلمكم اكتر عنه وعن موعد نزوله وعن اسعارهم، خصوصا بعد مشكلة كورونا الأخيرة. المفروض ان هما كانوا هينزلوا اخر الشهر دوت على 31 مارس، ولكن طبعا حصل الغاء للايفنت دوت والموبايلات نفسها تأجلت، فهتكلم معكم بالتفصيل في الحوار دوت في فيديو منفصل، علشان كده مهم انك تدوس على زر سبسكرايب دلوقتي علشان تشوف كل الفيديوهات اللي هنزلها بعد كده. وبس كده كالمعتاد، كان معاكم احمد كمال من ايكي ريفيو، استنيني في الفيديو الجاي.